يستعد العراقيون لاستقبال البابا فرانسيس الذي سيزور بلادهم التي تمر بظروف صحية وأمنية حرجة في شهر آذار المقبل، ويعول الكثيرون على أن تسهم هذه المبادرة في دعم السلام والتفاهم بين أبناء الوطن الواحد. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بحث ترتيبات زيارة البابا فرانسيس إلى العراق مع سفير الفاتيكان لدى بغداد ميدغا لسكوفر، وقال الكاظمي إن زيارة البابا ستسهم في ترسيخ الاستقرار وإشاعة روح التآخي في العراق وعموم المنطقة، وذلك بحسب بيان لرئاسة الوزراء العراقية. وأضاف البيان إن جهود البابا مشهود لها حول العالم في الحد من الصراعات وتغليب الحكمة والعقل وإعلاء قيمة الإنسان فوق كل المصالح السياسية والنزاعات والحروب. وأكد الكاظمي إن العراق حكومة وشعبا بكل أطيافه وألوانه المتآزرة ينظرون بعين الترحيب والإجلال لهذه الزيارة. السفير لسكوفر أكد إنه ممتن لجهود بغداد في تسهيل إجراءات الزيارة التاريخية الأولى من نوعها التي سيقوم بها بابا الفاتيكان إلى العراق. زعيم التيار الصدري مقتدى صدر من جهته أكد أن البابا مرحب به في القلوب قبل العقول، وأضاف بالقول: وصلني أن هناك بعض المعارضين لزيارة البابا، فأقول إن الانفتاح على الأديان هو أمر مستحسن. وتقرر أن يلتقي البابا بالمرجع علي السيستاني في داره في النجف، وهو لقاء فريد من نوعه بين البابا فرانسيس والمرجع السيستاني. ولهذا زار وفد كنسي مدينة النجف للتباحث مع مكتب المرجع بشأن تفاصيل اللقاء، وسط أنباء عن نيته توقيع وثيقة إخاء مع السيستاني، وهو الأمر الذي لم يتأكد بعد، على أن يبحث الطرفان سبل الحوار بين الأديان وقضايا الحد من التطرف ونبذ الكراهية وإشاعة قيم السلام ومؤازرة سكان المناطق المحررة وخاصة سكان سهل نينوى والموصل. وقالت مصادر كنسية إن برنامج البابا سيتضمن زيارة بيت النبي إبراهيم عليه السلام في ذي قار، كما ستقام الصلاة في سهل نينوى وقداس في أحد ملاعب إقليم كردستان.